أحبطت مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد البارحة عملية تهريب عملة أجنبية تقارب قيمتها 2.5 مليون من الدنانير. نجاح يأتي أياما قليلة بعد إفشال مصالح الديوان التونسية لعملية مماثلة في ولاية مدنين. 157 ألف أورو، أي ما يعادل 2.5 مليار من المليمات التونسية، مبلغ مالي هام تمكنت مصالح الحرس الديواني في سيدي بوزيد البارحة من ضبطه في شاحنة خلال دورية روتينية. أثناء قيام أحدى دورياتنا بالعمل العادي نتاعها، تمكنت من إيقاف شاحنة نوع اس زي دي ماكس بالتثبت في صندوق الخلفي كان فارغ، وبالمزيد التفتيش تبين وأنه السيد ذا كان يخفي بها كمية من العملة الأجنبية من فئة الأورو بالكرسي اللي خلفه، وباقتياده لما قرر العمل بتاعنا وبتثبت معنا تحرير محطة تبين وأنها كمية من العملة الأجنبية فقط 1 مليون أورو، ما يعادل بالعملة التونسية 2.5 مليار. أوراق مالية من فئات مختلفة كان ينوي صاحب شاحنة نقلها إلى تونس العاصمة، تم حجزها وإحالة المشتبه فيه إلى إدارة الأبحاث الديوانية للتحقيق معه. معنية بالعمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنية بالأمر وإحالته عليها في حال التقديم صاحبة طلبة الإدارة في أقرب الأجل. عملية تأتي أياما قليلة بعد ضبط 1.439 مليون في ولاية مدنين لدى مواطن تونسي والكشف عن عمليات تهريب أسلحة لتؤكد جميعها جاهزية مصالح الديوانة التونسية للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن البلاد والعباد.